المدخل الثاني مدخل تحليل العمليات. وفقا لهذا المدخل يتم تعريف الدخل على أنه الفرق بين الإيرادات والمصروفات التي ساهمت في تحقيق تلك الإيرادات. وعند تطبيق هذا المدخل لقياس الدخل يتم الاستناد إلى أساس الاستحقاق، وأساس الاستحقاق في المحاسبة يعني تحميل السنة المالية بكل ما يخصها من إيرادات ومصروفات بغض النظر عن عملية تحصيل الإيراد أو دفع المصروف. وأيضا عند قياس الدخل طبقا لهذا المدخل يتم استخدام مبدأ التكلفة التاريخي. أيضا يتم تبويب الدخل وفقا لهذا المدخل بطرق مختلفة، وذلك بغرض الإفصاح التام لخدمة قراء القوائم المالية. ويعد هذا المدخل وهو مدخل تحليل العمليات هو المدخل المستخدم في المحاسبة، أو المدخل الذي تبناه المحاسبون في تعريفهم وقياسهم للدخل. تبويب الإيرادات في قائمة الدخل: تعتبر الإيرادات الناتجة عن عمليات الإنتاج والبيع، أو الإيرادات الناتجة من النشاط التشغيلي أو النشاط الرئيسي للشركة، يعتبر هو أهم مصدر للإيرادات في معظم المنشآت، والذي نحكم به على كفاءة الأداء أو على كفاءة أداء الإدارات داخل تلك المنشآت. في حين أن الشركة قد تقوم باستثمار جزء من أموالها في أنشطة أخرى، فيتحقق من وراء هذا الاستثمار أنواع أخرى من الإيرادات السنوية. مثلا قد تستثمر الشركة جزءا من أموالها في شراء وبيع أوراق مالية أو منح قروض والحصول على فوائد. وأيضا هناك أنواع أخرى من الإيرادات قد تتحقق، مثل المكاسب الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة. وهذا الأمر يتطلب الإفصاح عن المصادر الرئيسية للإيرادات، ولا بد من إظهارها بشكل مستقل عن مصادر الإيرادات الثانوية الأخرى، وهذا يعتبر من الأهداف الرئيسية لقائمة الدخل. وفي هذا المجال يجب أن نفرق بين الإيرادات وبين ما يسمى بوفورات أو تخفيضات التكلفة. وقد ذكرنا أن الإيرادات بتنتج عن الزيادة المحققة في قيم الأصول، في حين أن الوفورات أو التخفيضات في التكاليف هي عبارة عن نفقات أو تكاليف استطاعت المنشأة تجنبها، أي عدم تحملها، مثل خصومات الشراء التي تحصل عليها المنشأة من شراء بضاعة أو شراء أصول ثابتة. ففي حالة قيام الشركة بشراء بضاعة أو شراء أصول ثابتة بخصم، فإن مبلغ الخصم هنا يعد وفرا في التكلفة أو تخفيض في التكلفة تمكنت الشركة من تجنبه نتيجة تحققها أو نتيجة حصولها على هذه الميزة، وهي شراء البضاعة بخصم. ومن الضروري الإفصاح عن هذه المعالجة في قائمة الدخل. تبويب المصروفات في قائمة الدخل: هناك العديد من الأسس التي يمكن على أساسها تبويب عناصر المصروفات، وذلك على النحو التالي: هناك التبويب الطبيعي لتلك المصروفات، حيث يتم تقسيم المصروفات على أساس طبيعة عناصر تلك المصروفات، مثل مثلا تكلفة البضاعة المباعة، الأجور، الاستهلاكات، الإيجار، الفوائد وغيرها من أنواع المصروفات. أيضا هناك التبويب الوظيفي لتلك المصروفات، حيث يمكن تقسيم المصروفات إلى مجموعات تعكس كل مجموعة منها وظيفة من الوظائف الرئيسة للمنشأة، ومنها على سبيل المثال تكلفة البضاعة المباعة. تكلفة البضاعة المباعة مجموعة تعكس أو يندرج تحتها عدد من المصروفات التي تتعلق بوظيفة التصنيع أو الشراء. أيضا هناك مجموعة المصروفات البيعية، والتي تعكس وظيفة البيع أو التسويق. وأيضا هناك المصروفات الإدارية، والتي تعكس وظيفة الإدارة العامة للمنشأة.
أيضا هناك المصروفات التمويلية والتي تعكس وظيفة التمويل، مثل مثلا فوائد القروض التي تتكبدها الشركة نتيجة حصولها على قروض من البنوك أو من أي جهة مقرضة خارجي. في هذا الإطار يمكن إظهار الوظائف أو مصاريف الوظائف الفرعية لتلك الوظائف الرئيسية.